السلام عليكم شباب، ناخد مع بعض حل listen to part 2. أول سؤال: multiple and fractions of units in international system. Question number 1 بيقول لك في إيه؟ In which of the following choices do the length value increase from starting to ending? Increasing يعني عايز ترتيب بتاعك ال ascending من أصغر حاجة، عايز من ال very small رايح لل large. ماشي، طب هو جايب لك ايه؟ سنتي ونانو وملي ومايكرو. تعال ناخدها بالترتيب. لو انا عندي يونت الاقل من يونت ايه يا شباب؟ لو قلنا بالنسبه للينث سنتيمتر، الاقل من السنتي ملي متر، الاقل من الملي المايكروميتر، الاقل من المايكرو النانو متر. طبعا على العجاله كده، اليونت للسنتي فيها 10 باور 2، من السنتي للملي فيها 10 باور 1، ملي مايكرو فيها 10 باور 3، مايكرو نانو 10 باور 3. انا عايز الترتيب سنتي ونانو وملي ومايكرو. ايه الاكبر؟ السنتي. طب ايه الاقل؟ النانو. يعني انا لو هاخد من الاصغر، اصغر حاجه عندي موجوده هنا نانو متر. مين الاكبر منها؟ المايكروميتر. مين الاكبر منها؟ المليمتر. مين الاكبر منها؟ السنتيمتر. كترتيب الحاجات اللي جابها لي في الكيس، فانا لازم ابتدي كاصغر سمولر فاليو عندي النانو. فين اللي تشوزن عندي اللي فيه اول بدايه النانو؟ شوف ليتر سي كده مع بعض، بيقول لك نانو متر، مايكرو متر، ملي متر، سنتيمتر. فعلا كده انا جايب من اصغر حاجه لغايه اكبر حاجه، يبقى كويستشن نمبر 1 اللي بتاعتها تبقى ليتر سي. نمبر 2، فيمتو سكند وكام مايكرو سكند؟ تعالى نفتكر مع بعض. المايكرو هو من عند المايكرو سكند، هنزل من المايكرو سكند اروح لمين؟ نانو سكند. الاقل من النانو سكند في مين؟ في البيكو سكند. اقل من البيكو سكند في مين؟ فيمتو سكند. انا على اساس ان انا مايكرو نانو بيكو فيمتو. لو انا رايح من المايكرو للنانو بعمل باي 10 باور 3، نانو بيكو بعمل باي 10 باور 3، بيكو فيمتو 10 باور 3. طب انا لو راجع من الفيمتو للبيكو 10 باور نيجاتيف 3، بيكو نانو 10 باور نيجاتيف 3، نانو مايك 10 باور نيجاتيف 3. هو عايز ايه من ايه؟ عايز من الفيمتو سكند للمايكرو سكند، اهو عايز كل دول. يبقى هعدي على نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 3. يبقى اقدر اقول معاكم ان الفيمتو سكند ايكوال 10 باور نيجاتيف 9 مايكرو سكند. يبقى الإجابة هنا هتبقى لتر بي 10 باور نيجاتيف 9. ده سؤال نمبر 2. نمبر 3، if the radius of hydrogen atom is 0.053 نانومتر then it's equivalent to، ده ممكن يتكتب بإيه؟ وكل اختياراتك هنا بالمتر، يبقى أنت محتاج تحول كله للمتر. تعال ناخد أول حاجة، لو أنا بالرقم ده أصلاً 0.053 اصلا ده ممكن يتكتب بكام شكل؟ البوينت رايح يمين زود نكتب، يعني لو هحرك بوينت واحده يعني كانه ده 0.53 باي 10 باور نيجاتيف 1. طب مستر من هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، يعني ده ايكوال 5.3 باي 10 باور نيجاتيف 2. طب حرك البوينت ثانيه، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، يعني ده ايكوال 53.0 باي 10 باور نيجاتيف 3. دي كلها اشكال صح للرقم ده، يعني الرقم ده هو هو الرقم ده هو هو الرقم ده هو هو الرقم ده. انا ده بالنسبه لي كلهم بالنانومتر، يعني ده نانومتر، ده نانومتر، ده نانومتر. عشان احول من النانومتر للمتر كيونت، من النانو لليونت لازم اعمل باي 10 باور نيجاتيف 9. هجيب لك اول اختيار ليتر ايه، تعال نشوفه ينفع ولا ما ينفعش. هو انا لو كتبت بالنسبه لنا الرقم الاولاني اللي هو ايه اللي تشوز ده، عشان هو فيها 0.53. طب هي لو بالشكل 0.53 باي 10 باور نيجاتيف 1 نانومتر، هحوله للميتر، اعمل باي 10 باور نيجاتيف 9 بقى متر.
يعني الشكل بتاعنا هيبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 9 نيجاتيف 10، يعني فيها 0.53 باي 10 باور نيجاتيف 10 متر، يعني لتر A صح. تعال نشوف لتر B، الشكل اللي هو جابه لك 5.3، هو المفروض يبقى 5.3 باي 10 باور نيجاتيف 2 نانومتر باي 10 باور نيجاتيف 9 بقى متر. نيجاتيف 2 ونيجاتيف 9 فيها نيجاتيف 11، يعني ده ايكوال 5.3 باي 10 باور نيجاتيف 11 متر. الرقم ده موجود؟ موجود صح. طب بص معايا لتر سي، شكل 53 اهي، هي كانها 53.0، هي ال 53، ف 53 باي 10 باور نيجاتيف 3 نانومتر، عشان تروح للميتر باي 10 باور نيجاتيف 9 بقى متر. نيجاتيف 3 ونيجاتيف 9 يعني نيجاتيف 12، يعني 53 باي 10 باور نيجاتيف 12 متر. اللي تشوز ده موجود معانا؟ موجود لتر سي، يعني A و B و C التلاتة صح كشكل، اللي انا احول من النانو للميتر، يبقى الإجابة بتاعتك all the previous، يبقى نمبر 3 هتبقى الإجابة لتر D. نمبر 4 86 بوينت سنتيمتر، 86.2 سنتيمتر is equal to، تعال نشوف هي بتساوي ايه. أول حاجة لو بالمتر، ما أنا لو من السنتيمتر عشان أروح للمتر بعمل باي 10 باور نيجاتيف 2، يعني الرقم ده 86.2 باي 10 باور نيجاتيف 2 متر. هل هو الرقم ده؟ لا يا مستر، ده الرقم بتاعنا ده، لو حضرتك حابب تتأكد منه هتقول لي 86.2 باي 10 باور نيجاتيف 2 ده ايكوال، المفروض بيساوي 0.862 متر، يعني أول واحد ما ينفعش. شوف اللي بعده، عايز أحول للكيلومتر، من السنتيمتر للكيلومتر فيها باي 10 باور نيجاتيف 5 وشرحناها. ليه يا مستر؟ أصل هو كيلومتر، الأقل منه متر، الأقل منه سنتيمتر. من الكيلومتر للمتر 10 باور 3، متر سنتي 10 باور 2، سنتيمتر 10 باور نيجاتيف 2، متر كيلو 10 باور نيجاتيف 3. أنت عايز من السنتي للكيلو فيها 10 باور نيجاتيف 5، يبقى الرقم بتاعنا اللي هو مديهولنا 86.2 سنتيمتر باي 10 باور نيجاتيف 5 كيلومتر. هل الرقم ده صح؟ بالليتر بي تعال نجرب. شباب هنا في البوينت بعد الايت، طب انا لو هحرك البوينت دي ناحيه الايت هجيبها كده، انا مستر لو الارو بتاعي رايح ناحيه الليفت بزود الباور بتاعي بوزيتيف، فانا لو هحرك البوينت دي هنا يبقى 8.62، المفروض هبقى اقول باي 10 باور 1 باي 10 باور نيجاتيف 5، يعني فيها 8.62 باي 10 باور 1 ماينس 5، يعني فيها نيجاتيف 4 كيلومتر. فكرة ان انا حولت البوينت، نقلت البوينت، يبقى الاجابة بتاعتي 8.62 باي 10 باور نيجاتيف 4 كيلومتر، الاجابة دي صح؟ هي الاجابة صح، يبقى نمبر 4 هيبقى لتر B. نمبر 5، if the volume of an amount of water equal 5 meter cube then its volume in liters equal، عايز اعرف احول من المتر كيوب لك لليتر. قال لك اهو ال 1 متر كيوب equal 1000 لتر، يعني ال 1 متر كيوب equal في 1000 لتر. طب يبقى ال 5 متر كيوب هيبقوا فيهم كام لتر؟ نعمل كروس مالتبلاي، بقت ال x equal اللي انا عايزها بالليتر 5 متر كيوب باي 1000 لتر كروس مالتبلاي ديفايدد 1 متر كيوب، عشان متر كيوبك مع المتر كيوبك هتروح، هدينا 5 باي 1000 فيها 5000 لتر، تبقى الإجابة لتر دي 5000 لتر، دي نمبر 5.
نمبر 6 يقول لك if x equal 10 جرام and y equal 10 كيلوغرام then the value of x plus y. مستر انا ما ينفعش اجمع الجرام بلس كيلوغرام، ممنوع. اقدر اجمع جرام بلس جرام، صح، or كيلوغرام بلس كيلوغرام، ينفع، لكن جرام مع كيلوغرام مرفوض، ريفيوز تماما، ما ينفعش. طب يبقى انا لازم احول واحده للثانيه. ايه رايك تعال نبتدي؟ هو الاختيارات فيها كيلوغرام جرام كيلوغرام جرام. تعال نحول الاول الاكس. ايه رايك الاكس ايكوال 10 جرام؟ طب ما انا عشان احول من الجرام للكيلوغرام كانك بتحول من اليونت للكيلو، وعشان احول من يونت للكيلو بعمل باي 10 باور نيجاتيف 3، يبقى من الجرام للكيلوغرام باي 10 باور نيجاتيف 3، ف value of x هتساوي 10 باي 10 باور نيجاتيف 3 كيلوغرام، اللي هي فيها 10 باور نيجاتيف 2 كيلوغرام. طب ال y equal 10 كيلوغرام، يبقى انا معايا ال x بالكيلوغرام ومعايا ال y بالكيلوغرام. نعمل summation، يبقى اقدر اقول له therefore x plus y equal 10 باور نيجاتيف 2 كيلوغرام بلس 10 كيلوغرام ايكوال، لو جبناها على الكالكوليتر هيدينا 10.01 كيلوغرام. مش متأكد يا مستر، نيجاتيف 2 دي كأنها 0.01 بلس 10 فهيدينا 10.01 كيلوغرام. هل الرقم ده موجود 10.01 كيلوغرام؟ موجود يا مستر، ليتر دي. تبقى الإجابة بتاعتنا ليتر دي نمبر 6. نمبر 7 بيقول لك the pyramid shown in the opposite figure contains about 2 million stone. يبقى النمبر بتاعه 2 مليون، ماشي. The average mass of each stone is about 2.5 ton. الماس بتاعت كل واحدة فيها ب 2.5 طن. Then the mass of the pyramid equal، والاختيارات كلها بالكيلوغرام. يبقى انت لو محتاج مني الماس كلها توتال بيساوي النمبر بتاعهم باي الماس اوف اتش ستون. طب النمبر انا عايز كله يبقى فيها كيلوغرام و10 باور 9 مستر، 10 باور 10 عايز احول. حاضر، المليون بتاعي اي مليون ايكوال 10 باور 6. اي مليون في كام؟ 10 باور 6، ده قانون اللي هستخدمه، ان الماس بتاعت البيرمز كلها بيساوي النمبر اوف ستون في الماس اوف 1 ستون. طب يبقى therefore اقدر اقول لك النمبر ايكوال 2 مليون، يعني 2 باي 10 باور 6 ستون، ده عدد الستون البيرمز. طب الماس بتاعت ال 1 ستون الطن ايكوال 1000 كيلوغرام، الطن ايكوال كام؟ 1000 كيلوغرام. يعني اقدر اقول لك الماس بتاعت الستون الواحده ايكوال 2.5 باي 10 باور 3 كيلوغرام. الماس بتاعت الستون الواحده 2.5 باي 10 باور 3 كيلوغرام. عايز تجيب الماس توتال يبقى therefore الماس توتال النمبر بتاعهم بالستون 2 باي 10 باور 6 تايمز الماس بتاعت الستون الواحده بالكيلوغرام 2.5 باي 10 باور 3، هيطلع معانا الرقم 5 باي 10 باور 9 كيلوغرام. دي كده الماس توتال، يبقى البيرميتس كله على بعضه دي الماس بتاعته 5 باي 10 باور 9 بس ان مين ان كيلوغرام، يبقى نمبر 7 الاجابه بتاعتها هتبقى ليتر A 5 باي 10 باور 9 كيلوغرام. نمبر 8 how many bottles، عايز نمبر how many bottles number of volume 10,000 سنتيمتر كيوبيك، يعني عاوز number of bottles بس البوتل واحد ال one bottle
الفوليوم بتاعه equal 10,000 سنتيمتر كيوب. is enough to fill a tank of capacity 1 meter cubic. عايز النمبر من ازاي اللي هو البوتل الواحد في 10,000 سنتيمتر كيوبيك ازاي اعبي منه، او محتاج مني قد ايه عشان اعبي 1 متر كيوبيك. سنتيمتر كيوبيك ومتر كيوبيك خليهم الاثنين حاجه واحده. يعني ايه يا مستر؟ يعني خلي من السنتيمتر كيوبيك ازاي يتحول يبقى متر كيوبيك. شرحناها وقلنا دي فيها باي 10 باور نيجاتيف 6. يعني قصدك تقول لي ان ال 1 بوتل ايكوال ال 10,000 دي كام زيرو؟ 1 2 3 4، يعني 10 باور 4 سنتيمتر كيوبيك. لو عملتها باي 10 باور نيجاتيف 6 بقت بتساوي متر كيوبيك. يعني ال 1 بوتل الواحد الفوليوم بتاعه بقى بيساوي كام؟ 4 مع نيجاتيف 6 يعني فيها 10 باور نيجاتيف 2 متر كيوبيك. ده البوتل الواحد ال 1 بوتل. ده volume of one bottle بس بالمتر كيلو. طب يبقى لو انا هاخدها بقى معاكم كنظام ريشيو ازاي يا مستر؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا. البوتل الواحد ال one bottle الفوليوم بتاعه 10 باور نيجاتيف 2 متر كيوب. طب يبقى how many bottles؟ عايز اعرف كام bottles معايا هيعبي 1 متر كيوب. الاكس محتاجها اعمل كروس مالتيبلاي. يبقى ذيرفور الاكس كنمبر اوف بوتلز ايكوال 1 متر كيوبيك تايمز البوتل واحد اوفر 10 باور نيجاتيف 2 يعني فيها 10 باور 2 يعني ايكوال 100 بوتلز. تبقى الاجابه نمبر 8 لتر دي 100 بوتلز. Number 9. If the speed of car is 36 kilometer dot negative hour negative 1, then it's equivalent to meter per second. Kilometer per hour شرحتها معاكم ازاي تتحول للمتر per second by constant number 5 over 18. يبقى انت قصدك تقول لي ان 36 in kilometer لو قلتها by 5 over 18 اليونت بتاعتها بقت متر بير سكند. دي ايكوال 10 متر بير سكند. طبعا كيلومتر بير اور هي كيلومتر اور باور نيجاتيف 1، اور متر بير سكند هي متر سكند باور نيجاتيف 1. اي حاجه في الديفايدد تطلع فوق تبقى باور نيجاتيف على طول. 10 باور نيجاتيف 10 متر بير سكند اللي هي 10 متر سكند باور نيجاتيف 1. تبقى الاجابه على نمبر 9 لتر ايه. نركز يا شباب في السؤال اللي بعده نمبر 10. If the radius of Saturn planet is 5.85 by 10 power 7 meter. معلش انا هحتاج الداتا دي على جنب. الراديوس بتاعنا بايه؟ ب 5.85 by 10 power 7 meter. وركز ان هو ده بالمتر. And its mass الماس بتاعت السطر نفسه ب 5.68 by 10 power 26 kilogram. Then knowing that the volume of sphere ده قانونه 4 over 3 by r bar 3. The area of sphere 4 by r bar 2. by 22 over 7 and the r is the radius of the sphere. عايز the average density of planet material equal density عبارة عن mass over volume. density عبارة عن mass over volume. طب الاختيارات عندي مستر في ارقام بس في اليونت كلها جرام بير سنتيمتر جرام بير سنتيمتر. يبقى هو محتاج اليونت في الاخر تبقى بالجرام بير سنتيمتر كده. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو عندك دينستي الماس بتاعتك لازم تبقى باليونت بالجرام، ولو عندك اي فوليوم لازم اليونت بتاعته تبقى بالسنتيمتر كيوب. طب انا اعملها ازاي؟ هات كل واحده انديفيدوال واحولها. الماس بتاعت السطر بتاعنا بكام؟ 5.68 باي 10 باور 26 كيلوغرام.
عشان يتحول من الكيلو للجرام لليونت بعمل باي 10 باور 3 بقى بالمين بالجرام، يعني الرقم ده بقى 5.68 باي 10 باور 29 جرام. دي الماس بالنسبة للجرام، أنا حولت من الكيلو لليونت. طب الفوليوم يا مستر، هنحول الفوليوم مع بعض. هو مبدئيا الفوليوم قانونه ايه؟ 4 over 3 by r power 3. احنا قلنا قبل كده اي فوليوم لازم يبقى باور 3. طب ال r عندي بالميتر، طب ما تخليها بالسنتي. ازاي؟ حول من الميتر للسنتي by 10 power 2، يعني الريدس هيبقى 5.85 by 10 power 7 by 10 power 2 سنتيمتر، يعني الريدس by equal 5.85 by 10 power 9 سنتيمتر. ده الريدس. كده انا عندي الريدس بالسنتي وعندي الماس بالجرام. هقول لك سنس ان الدينسي عباره عن ماس اوفر فوليوم equal mass over 4 over 3 by r power 3، كله بالجرام والسنتيمتر. equal الماس عندنا بالجرام 5.68 by 10 power 29 over 4 over 3 times الباي 22 over 7 times الريديس بس بالسنتي 5.85 by 10 power 9 all power 3. الرقم بتاعنا لو بالجرام بالسنتيمتر كيوبيك دينيس داتا هيطلع 0.677 جرام بير سنتيمتر كيوب. لو هنجيبها بالكالكوليتر بالإجابة يبقى الإجابة بتاعتك هتبقى لتر دي، ده أول واحدة فيهم. نمبر 2، عايز السيرفيس اريا of planet equal surface area. قانون السيرفيس اريا هم دول: the area of a sphere equal 4 by r power 2. since in service area equal 4 by r power 2، اهو سيرفيس اريا ايكوال مين 4 by r power 2. بس نبص على التشويز، متر متر متر، يبقى الراديوس في الحاله دي هستخدمه بالمتر مش بالسنتيمتر، يعني القانون بتاعك هيبقى 4 times 22 over 7 times radius لو بالمتر هو في كام؟ 10 power 7 equal 5.85 by 10 power 7 meter all power 2. يبقى تاني واحدة هتطلع معايا letter B اللي هي equal 4.3 by 10 power 16 متر كيو، متر كيو سكوير، تبقى الإجابة لتر بي. نمبر 11، بيقول لك ستاندرد ميجرز ا كارنت اوف هاف امبير، كده يونت، كده دي امبير دي بتمثل لليونت. which of the following correctly express this result؟ ملي امبير، تعال نفتكر مع بعض، من اليونت للملي لازم اعمل باي 10 باور 3. طب دي هاف امبر، هاف امبر يونت، عشان احولها للملي امبر لازم اعمل باي 10 باور 3، يعني كانها هاف امبر ايكوال هاف باي 10 باور 3 ملي امبر. طب لو جبتها على الكالكوليتر مستر فيها كام؟ فيها 500 ملي امبر، يعني مش 50 ملي امبير ولا 50 ميجا امبير، فيها 500 ملي امبير. يبقى نمبر 11 هيبقى لتر سي. السؤال اللي بعده نمبر 12 بيقول لك ايه؟ solid cylinder of base radius 5 سم and height 20 سم. عندي سلندر ليه radius تحت ب 5 سم دي ال R، والهايت بتاعه ده السلندر والهايت بتاعه كله 20 سم. قالك is made of iron of density، الدنسي بتاعت السلندر ده
7800 كيلوغرام بير متر كيوب. Then know exact the volume of cylinder. The volume بيتحسب بالقانون ده by R power 2 H. ماشي. Density mass over volume will by 22 over 7. عايز the volume of cylinder equal. بس اليونت بتاعتك بإيه؟ متر 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 متر. طب أجيبها إزاي؟ Density equal mass over volume. لو هتعملها تراينجل بسيط density equal mass over volume، يبقى لو حابب اجيب الفوليوم mass over density، بس لازم كلهم يبقى بالكيلوغرام وهنا بالكيلوغرام بتاعه. فانا الماس عندي هو مش محتاج ده قانون تاني، سوري يا شباب انت هنا مش محتاج، انا محتاج بعد كده منك الماس. الفوليوم سوري انا اسف، الفوليوم قانونه ايه اصلا؟ الفوليوم قانونه باي ار باور 2 اتش، بس عايزها بتبقى بالمتر، يبقى كل حاجه هنا هتتحول للمتر. ازاي؟ عندي راديوس وعندي اتش. الراديوس بتاعي هيبقى ايكوال 5 باي 10 باور نيجاتيف 2 متر، والهايت هيبقى ايكوال 20 باي 10 باور نيجاتيف 2 متر. لو هجيب الفوليوم بتاعي الباي ب 22 اوفر 7 times radius 5 by 10 power negative 2 بس all power 2 عشان بالمتر، times ال height 20 by 10 power negative 2. كده انا حولت كله بقى متر سكوير وبقى متر عشان يديني في الاخر اليونت بالمتر كيوب. فالفوليوم بتاعك هيديك لتر كام بقى؟ لو نمبر 12 هيدينا لتر دي equal 1.57 by 10 باور نيجاتيف 3 متر كيوب. ده لو هستخدم القانون مباشرة تبقى الإجابة لتر كام؟ دي. السؤال اللي بعده، تاني واحدة في السؤال هنا بقى، معلش عايز الماس اوف سلندر بس بالجرام. طب أنا هجيبها لك بالكيلوجرام وبعد كده أحولها للجرام عادي جدا. الماس أهو كروس مالتيبلاي من التراينج اللي إحنا كنا عاملينه تحت. سنت ان انا عندي ان الدنسي ايكوال ماس اوفر فوليوم، الماس بقى يساوي دنسي تايمز الفوليوم، اشتغل بالكيلوجرام وبالمتر كيوبك العادي. الدنسي قانون هي أو سوري الفاليو بتاعتها ايه؟ قال لك الدنسي عباره عن 7800 تايمز الفوليوم احنا لسه حاسبينه 1.57 باي 10 باور نيجاتيف 3، بس القانون في الاخر الرقم ده انا هقول لك هيدينا ايه في الاخر. الرقم ده لما اجي اعمل 7800 تايمز 1.57 باي 10 باور نيجاتيف 3 ايكوال ده بالظبط الماس هيدينا 12.246 كيلو جرام. هو مش عايز بالكيلو عايز بالجرام، اعمل باي عشان احول اليونت بقى باي 10 باور 3، يبقى الرقم يطلع لي هقول باي 10 باور 3 عشان احول الجرام بقى ايكوال كاركم 12246 جرام. فين يا مستر من الاختيارات دي اللي معايا؟ الاختيار ده معايا بصوا لو هعوض بالنسبه للجرام اللي بوينت، احنا قلنا البوينت ده المفروض في الاخر يبقى فيه بوينت زيرو، لو قلنا ناحيه الليفت هحرك هزود باور بوزيتيف، يعني ده كانه 12246 دي ابروكسيميتلي 5 ماشي، هيبقى 4.6 باي 10 باور 1 جرام. هل ده موجود؟ لا. طب حرك 2 بوينتس 1 2 يعني ده المفروض يبقى 1 2 2.46 باي 10 باور 2 جرام. هل ده موجود؟ لا يا مستر. حول رقم معايا 3 1 اهو 1 2 3 يعني ده 12.246 باي 10 باور 3. هل الرقم ده موجود؟ برضو لا يا مستر فيش 12 معايا خالص. طب حرك رقم اخر رقم بقى معاك 1 2 3 4 ده 1.2246 باي 10 باور 4 جرام. هل الرقم ده موجود؟ اه يا مستر موجود لتر سي، بس هي ابروكسيمتلي 6 هي خلينا يمين 5 تبقى الاجابه بتاعتك لتر
سي 1.225 باي 10 باور 4 اللي هي 1.2246 باي 10 باور 4 ان جرام. نمبر 13 بيقول لك ايه؟ What is the ratio 10 باور نيك 3 تيرا هرتز ل 10 باور 3 كيلو هرتز؟ السؤال ده شرحناه شباب بالطريقه بتاعتنا. تعالى ناخده، لازم الاثنين يبقوا سيم يونت. قلت لكم قبل كده يا اما تحول كلهم للهرتز يا اما تحولهم كلهم بقوا تيرا وتيرا يا اما كلهم بالكيلو. طب انا نفتكر مع بعض فوق، تيرا الالي منها جيجا، الالي منها ميجا، الالي منها الكيلو، الالي منها اليونت ذات نفسها. ايه رأيكم تعال نخليهم كلهم ان كيلو. طب يبقى انت عايز تروح من التيرا للكيلو، فيها 10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3، يبقى من التيرا عشان احولها للكيلو فيها 10 باور 3، يعني الرقم 10 باور نيك 3. لو هقول باي 10 باور 9 كيلو هرتز اوفر 10 باور 3 كيلو هرتز. طب نختصر، هي 10 باور نيك 3 و10 باور 9 يدينا كام؟ 10 باور 6 كيلو هرتز اوفر 10 باور 3 كيلو هرتز. كيلو هرتز مع كيلو هرتز راحت، يبقى هيتبقى لك 10 باور 6 اوفر 10 باور 3. احنا قلنا الطريقه دي كانها 10 باور 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ديفايدد، يبقى فوق بالنيجاتيف، يبقى فيها 10 باور 6 ماينس 3 يعني فيها 10 باور 3، يعني الريشيو دي هدينا كام؟ 10 باور 3. حد عايز يحولها للهرتز حول، بس هتحول الاثنين. دي طريقة بالنسبة لنا، أنا حولت اللي فوق بس. دي نمبر 13. نمبر 14 بيقول لك إيه؟ 5 values of energy are listed. 5 كيلو جول، 5 ملي جول، 5 ميجا جول، 5 نانو جول. Which of the following represent the ascending order of this energy؟ عاوز مين؟ الـ ascending. Ascending يعني إيه؟ يعني عاوز من small، من الحاجة الصغيرة للحاجة اللارج. أنا شايف في 9 نانو ميجا، تعالى ناخدها من أول الميجا اللي هي أكبر حاجة. أنا لو أتكلم معاك على الميجا، ميجا الأقل منها كيلو، أقل منها اليونت، أقل من اليونت في الملي، أقل من الملي في المايكرو، أقل من المايكرو في مين؟ النانو. يعني أقل حاجة فيها مين؟ النانو. يعني أصغر فاليو عندك في الموضوع ده كله مين؟ 5 نانو جول. هكبر شوية، عايز مايكرو أو ملي، في 5 ملي جول، 5 ملي جول. عايز أكبر شوية، في يونت يا كيلو، يبقى الأكبر منها 5 كيلو جول موجودة. يبقى دي أخدنا النانو خدناه، وخدنا الملي، وخدنا مين؟ الكيلو. عايز أكبر شوية، الميجا أكبر حاجة لمين؟ 5 ميجا جول. يبقى الترتيب بتاعك كترتيب ascending من أصغر حاجة الأكبر حاجة، نانو ملي كيلو ميجا، نانو ملي كيلو ميجا هي لتر سي. يبقى نمبر 14 تبقى الإجابة لتر سي. نمبر 15 which product pair of metric prefixes has the largest greatest magnitude؟ ايه product يعني المالتبلاي؟ يعني ايه السؤال ده؟ عايز يقول لك لما تجيب البيكو باي الميجا هيبقى الرقم بتاعك هيدينا ايه؟ هو مبدئيا من البيكو لليونت، من البيكو لليونت بعمل باي 10 باور نيجاتيف 12، والميجا لليونت بعمل باي 10 باور 6. فتعال نشوف اول واحده فيهم هتدينا ايه. انا من الميجا ناخد الترتيب من الاول خالص، تيرا وقبلها كان في البيتا، خلينا من التيرا عشان هي الموجوده، تيرا جيجا ميجا كيلو يونت، يونت ملي مايكرو نانو بي، كل حاجة فيها 10 باور 3
10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3. انا عايز يا مستر بيكول اليونت اهي بيكول اليونت، هنعدي على النيجاتيف 3، نيجاتيف 3 فيها 10 باور نيجاتيف 12. عايز من الميجا لليونت فيها 10 باور 6، يعني لتر ايه كاني بيقول لك هي 10 باور نيجاتيف 12 باي 10 باور 6 هيدينا كام؟ هيدينا 10 باور نيجاتيف 6، دي لتر ايه. تعال نشوف لتر بي، نانو باي كيلو. انا عايز اروح من النانو لليونت فيها 10 باور نيجاتيف 9، طب كيلو من الكيلو لليونت فيها 10 باور 3، يعني قصدي يقول لك النانو اللي هي 10 باور نيجاتيف 9 باي كيلو اللي هي 10 باور 3، ده هيدينا كام؟ هيدينا 10 باور نيجاتيف 6 برضه. هو عايز اكبر ماجنتيود لما تيجي تعمل مالتيبلاي. سي مايكرو تايمز الجيجا، من المايكرو لليونت فيها 10 باور نيجاتيف 6، يبقى قصدي يقول لك دي 10 باور نيجاتيف 6 تايمز جيجا، من الجيجا لليونت فيها 10 باور 9 10 باور 9، يعني دي فيها كام؟ 10 باور 3. لتر دي ملي والتيرا، من الملي لليونت فيها 10 باور نيجاتيف 3، يبقى قصدي يقول لك دي 10 باور نيجاتيف 3 تايمز تيرا، من التيرا لليونت فيها 10 باور 12، فيها كام؟ 10 باور 12، يعني المالتبلاي ده ادينا كام؟ 10 باور 9، يبقى اكبر فاليو عندك هتبقى الملي تايمز التيرا اللي هي ادينا كام؟ 10 باور 9، يبقى الاجابه نمبر 15 لتر دي. نمبر 16، which statement using prefixes of base unit meter is not correct؟ مين فيهم غلط؟ البيكو 10 باور نيجاتيف 12 صح، لسه جايبينها من فوق، النانو 10 باور نيجاتيف 9 صح، الميجا ميتر فيها 10 باور 6 صح، طب الجيجا ميد فيها كام؟ 10 باور 12؟ لا دي not correct، انا اسف، الجيجا ميتر equal 10 باور 9 ميتر، ده الجيجا صح، جيجا بالنسبة ليونت فيها 10 باور 9، يبقى الإجابة بتاعتك الـ not correct هتبقى letter D. دي نمبر 16. نمبر 17، بيقول لك if the radius of Earth is approximately equal 6.5 ميجا متر، يبقى a radius equal 6.4 ميجا متر. احنا قلنا شباب من الميجا للمتر فيها كام؟ لو انت عايز تحولها فيها 10 باور 6. Then this equivalent to لو بالملي فيها جيجا، انا شايف في جيجا وفي مايكرو، في الاختيارات في جيجا وفي مين؟ مايكرو. هو عايز choose two correct answers، عايز اجابتين، هاخد لك من اول الجيجا، جيجا ميجا كيلو يونت، بعد كده ملي مايكرو، مفيش نانو خالص. عايز لما يبقى بالمليمتر، من ال هو اليورو الرقم بيقول لك منين؟ بالميجا. انا من الميجا للملي اهو، دي كل حاجه فيها 10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3، يعني لتر ايه؟ هل ان 6.4 ميجا متر فيها كام مليمتر؟ هقول لك 6.4 ميجا متر، لو قلت باي 10 باور 9 مليمتر، عشان حولت من الميجا لمين؟ للملي، مشيت على 10 باور 9، تبقى لتر ايه غلط. نبص على لتر بي، هل الميجا متر فيها 10 باور 6 مايكرو؟ انت عايز من الميجا للمايكرو، عايز من الميجا مين؟ للمايكرو، فيها 10 باور 3 3 3 3، يعني فيها 10 باور 12، يعني المفروض تبقى 6.4 ميجا متر ايكوال 6.4 باي 10 باور 12 مايكرومتر، مش 10 باور 6، غلط. لتر سي 6.4 باي 10 باور 6 متر، انا عاوز من الميجا لليونت ذات نفسها، فيها 10 باور 6 صح، يبقى 6.4 ميجا متر هتساوي
6.4 by 10 power 6 متر. الإجابة دي صح، يبقى أول حاجة معايا letter C correct. نبص مع بعض letter D، هل فيها 6.4 by 10 power 3 جيجا؟ المرة ده هو عكس، عايز من الميجا للجيجا، هرجع يبقى فيها 10 power 3، يبقى الرقم بتاعنا ده أهو من الميجا letter D، قصدي يقول لك 6.4 ميجا متر equal 6.4 by 10 power 3 جيجا متر. انا رايح من الميجا، رايح مين؟ للجيجا، بس فيها 10 power 3. الاجابه صح، الاجابه صح، ادي الاجابتين اللي هو عايزهم. يبقى نمبر 17 هتبقى ليك، تشوز letter C and letter D. نمبر 18 بيقول لك the opposite figure show two identical cylinder 1 and 2. cylinder ده 1 هو 2. cylinder 1 contains a certain quantity of water and cylinder 2 contains the same quantity of water and 10 identical solid glass marbles. the mass النمبر بتاع الكور ده، النمبر of marbles عندي ب 10، 10 كور. The mass of each marble is 10 gram. طب يبقى الماس الواحدة بتاعت الماربل الواحدة فيها 10 جرام، يبقى الماس التوتال بتاعتهم هيساوي العدد بتاعهم في الماس بتاعت الواحدة منهم، يعني 10 by 10 يعني فيهم كلهم 100 جرام، يبقى الماس بتاعت ال 10 balls 100 جرام. قال لك then the density of the glass from which this marble are made. density عشان تتحسب لازم يبقى فيه mass ولازم يبقى فيه volume بتاع 10 marbles كلهم. فأنا حسبت لك الماس كله، طب ال volume بتاعهم كلهم أجيبه منين؟ since إن أنا الماس عندي equal 100 جرام مستر، بس الاختيارات كلها بالكيلو جرام، يبقى by 10 power 3 كيلوجرام عشان تتحول، يبقى الماس كلهم بيمثل 110 باور 2 باي 10 باور 3، يعني فيها 0.1 كيلو جرام. دي الماس، الماس النمبر ب 10، الماس الواحده ب 10، الماس كلهم ب 100 جرام، حولت من الجرام للكيلو جرام باي 10 باور 3، ادانا 0.1 كيلو جرام. الفوليوم، نجيب الفوليوم من الفيجر. الفوليوم والميه والوحدها عند 30 سنتيمتر كيوبيك، خلي بالك اليونت بتاعت السلندر ده بالسنتيمتر كيوب. مبدئيا ما فيش اي كور، الفوليوم عند 30، الكور موجوده، الفوليوم بقى كام؟ بقى 70، يعني قصدك تقول لي ان الفوليوم اوف ماربلز بتاع الكور بتاعنا بقى ايكوال 70 سنتيمتر كيوبيك ماينس منهم ال 30، يعني الفوليوم بتاع الكور ده 40 سنتيمتر كيوب، لان هو فاضي كان 30، لما حطينا فيه ال 10 كور بقى 70، يبقى كان الكور عملت حجم ال 40 زياده. يبقى بس في حاجه، انا بالمتر كيوبيك، يعني الفوليوم ايكوال 40 سنتيمتر كيوبيك من السنتيمتر، تاني هنا على جنب اهو، من السنتيمتر كيوبيك للمتر كيوبيك لازم اعمل باي 10 باور نيجاتيف 6، يبقى 40 باي 10 باور نيجاتيف 6، يعني فيها 4 باي 10 باور نيجاتيف 5 متر كيوب. ده مين؟ الفوليوم. عايز احسب الدنسي، خلاص بقى بالكيلوجرام وبقى بالمتر كيوبيك. الدنسي ماس اوفر فوليوم، الماس ب 0.1 كيلوجرام اوفر الفوليوم 4 باي 10 باور نيجاتيف 5. الإجابة بتاعتي هتبقى لو بالاختيار هتبقى 25 by 10 power 2 كيلوغرام بير متر كيوب. الإجابة بتاعتي هتبقى letter C. نتأكد مع بعض، معلش شباب، لو قلنا 0.1 divided 4 by 10 power negative 4 negative 5 sorry فيها 20,000، هي فعلا انا عشان بس اتاكد معاك فيها 20,000 2500، هي 25 by 10 power 2. دي كده شباب الاجابه لغايه نمبر كام؟ 18.